صباحك يسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين. صباح الخيرات وصباح دائم أبدا فيه الإنجاز، يعني شكاوى قديمة حديثة، لكن نبدأ بأبرزها، شكاوى الحارة الشرقية والمياه وانقطاع المياه فيها. ما السبب في انقطاع المياه؟ هل بالضرورة حتى نوضح، حتى وإن العنوان حتى هذه اللحظة غير محدد بالنسبة لكم، لكن الانقطاع شكاوى متكررة في هذه المنطقة، هل بالضرورة قد يكون من خط التابع لبلدية الكرم أو لربما لمشاكل موجودة في هذا المنزل؟ يعني بصراحة أنا قمت بالتحقق من مركز الشكاوى في بلدية الكرم، وجدت هناك شكوتين فقط. بعد الكشف على هذه المنازل، طبعا الشكاوى المنازل طبعا في الحي الشرقي، أحد المواطنين للأسف لا يوجد لديه خزان إطلاقا، وهي مشكلة كبيرة لطالما حذرنا منها. لا يجوز، قلت أنا، يعني الاكتفاء بمية البلدية، يجب وضع خزان، هذا شيء أساسي صحيح في المنزل. يعني مش معقول مواطن يعيش بدون خزان مياه، يعني بيستغني عن كل شيء إلا المية الواحد. بس هذا المواطن للأسف، يعني أنا قلت مضخات المياه ومواتير المياه هذا حديد، ممكن يتلف، ممكن يعطل، ممكن يحتاج انه يتم اطفائه للراحة. يعني في بعض المضخات تحديدا في اوقات الصيف يمكن ان يرتفع ضغط معين يتم اطفائه قليلا. يعني ما بكفي انه نعتمد بس على خط البلدية المزود للمياه، لازم يكون في عنا المواتير خاصة في المناطق اللي بتكون مرتفعة. بصراحة مواتير، خزان مياه، خزان، هو لو لو وضع خزان طب يعني بعد ذهب نسبة المياه، الطواقم الفنية ذهبت للمنزل اللي قدم الشكوى، لا يوجد لديه خزان إطلاقا، والمنزل الآخر يعني لا يعاني من أي مشكلة، يعني أساس فيش مشكلة أساسا عنده، والمياه منتظمة 100%. أنا مستغرب يعني الناس تقول في شكاوى بالحي الشرقي. هاي الشكوتين فقط اللي وصلت للبلدية من خلال نظام الشكوى. الشكوتين يعني مش منطقيات بصراحة، لأنه مواطن بيعيش بدون خزان مياه هذا مش معقول، يعني مش لهالدرجة، يعني الاتكال على البلدية. قلت أنا ممكن إنه في أي لحظة يوقف المطور، توقف المضخة، ممكن أصلا إنه دائرة المياه لا يقتصر عملها فقط على المواتير والمضخة، ممكن هناك في صيانة، في تجديد شبكات. احنا كل يوم في عنا احد الامور اليومية، الاعمال الروتينية للبلدية، هناك شوارع جديدة، شوارع بحاجة لتعبيد، قبل تعبيدها الان احنا ضمن بروتوكولات دائرة المياه يتم مد شبكة مياه، وبالتالي ممكن يطفى على حي مثلا او على منطقة او على شارع او شارعين. يعني المواطن اللي بدون خزان مياه اكيد راح يتأثر، راح يشعر، بس مش لهالدرجة. أنا بدي أقول يعني في كل المدن، أنا لاحظت في كل المدن المحيطة في جدول توزيع مياه يومي يا وفاء. يعني مش معقول إنه إحنا يعني بنحاول نضخ 24 ساعة على مدار الأسبوع، والناس قاعدة بتشكي. مش معقول، أنا بصراحة يعني مش مستوعب الأمر، إنه المواطن لدرجة إنه ما يضعش خزان مياه، لا هذا مش مقبول. نعم يعني هذا شيء أساسي ورئيسي في البيت. طيب يعني هذه خلينا نقول التوضيح بخصوص انقطاع المياه، لكن الشوارع يا مهند والتعدي على الشوارع، بطلنا نحكي عن الأرصفة، يعني للأسف الشوارع الشوارع احنا يعني مباشرة بتم التحرك على الشوارع، لكن الأرصفة في اعتداء على الأرصفة وبشكل واضح، وعلى الشوارع كمان مهند، وشارع الحدادين شكاوى، مش بس شارع الحدادين، حتى في الشوارع اول امبارح يعني قمنا بحبس مواطن. طيب احنا الصبح حطينا صور، عشان بس احنا دائما بنحب نوثق كل شيء بيوصلنا، وصلنا من الصبح صور لحجز الشارع، اللي حاطط كرسي واللي حاطط زي حاجز حديدي امام محله، فانا مستغربة يعني، طب ما هو ممتلكات عامة، يعني بصراحة مضحك محزن بنفس الوقت. يعني انت كيف بتحجز الشارع حتى لو قدام محلك؟ هو يعني طاب ومسجل في اسمك انه انت تحجز قدام المحل؟ للأسف الشديد
عدد لبعض المخالفين بالتأكيد، وتحية للملتزمين، بس هو طابه أنه تحط شيء وتحجز أمام المحل، هل هذا الشيء قانوني؟ هل هذا الشيء في احترام أو إنساني؟ يعني البعض كمان بيبرر للأسف الشديد، وبالفعل هاي وصلتنا من الشكاوى أنه يا وفاء بيجي بيقول لك ننزل بضاعة وبضل طول النهار حاجز قدام محله بحجة أنه بده ينزل بضاعة. طب هذا الشيء كيف ممكن أنه يتم التعامل معه ضمن القانون وضمن قانون المعاقبات أيضا والمخالفات مهند؟ أول شيء هذا العمل هذا غير قانوني بالمطلق نهائيا، لا يجوز لأي صاحب محل أن يحجز أمام محله سواء على الرصيف أو الشارع. وبالقانون احنا بالاتفاق مع الغرفة التجارية يحق للتاجر أن يضع بضاعته بما لا يتجاوز 60 أو 70 سنتيمتر، تمام؟ نعم. لكن أنا بقول لك بالفعل أي نعم، في هناك تجاوزات، في مواطنين بيستغلوا أمام محلاتهم بشكل كبير بذرائع عدة. واحد من الذرائع أنه بقول لك أنا يعني هاي اللي سمعتها يجيني صاحب بسطة يقعد قدامي، هذا مش مبرر. مش مبرر إطلاقا. وللأسف بعض المحلات تسمح لأصحاب البسطات أن يضع أمامهم بمقابل تحصيل رسوم. للأسف أنا بقول هاي حقيقة مرة. هذا لا يعني إنه البلدية ما تقومش في دورها. من جف المجال. أنا قلت في السابق إنه في لنا اجتماع مع الجهات الشريكة بالمعنية، وإحنا ما بنشتغل لوحدنا في هذه المحافظة. كان لنا اجتماع مع عطوفة المحافظ ومع الأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز الشرطة الشريك الأساسي والرئيسي، واللي لم يدخر جهدا في أي مرحلة من المراحل. نعم. في العمل مع البلدية جنبا إلى جنب. الآن أنا قلت هذا الموضوع تحديدا وتحديد موضوع التعديات والشيء الثابت هو الأمر الواقع هو المشكلة لدي الآن. يعني يمكن إزالة أي بسطة أو أي كرسي، هاي يمكن إزالتها في الحال. الآن يعني بتطلع مراقبين أسواق مع بمرافقة الشرطة، يمكن إزالتها واختاروا إزالتها، وهذا ما نكون فيه بشكل يومي. يوميا هناك عشرات الحالات، لكن نعم. الأخطر اللي ثبت أمر واقع وبحاجة لإزالة. طب يعني هذا الموضوع بحاجة لتعاون. يعني البلدية لوحدها لا يمكن أن تقوم بهذا العمل. ليش؟ لأنه في إزالة، في أضرار، في خسائر كبيرة، في ردات فعل كبيرة، في مشاكل كبيرة، بالتالي كافة المؤسسات الشريكة يجب أن تتحمل المسؤولية. طب هذه المؤسسات مهند يعني طلبنا اجتماع، يعني بس قبل أوفي الفكرة يعني. طيب بس قبل هيك بحب أنوه لشغلة، إنه إحنا بالعادة بننقل شكاوى المواطنين بس بصدق. أكيد. يعني تجاوزات البعض غير معقولة وغير مسموح فيها ومش مستوعبة، ولازم إنه يتم إصدار مخالفات والتعامل مع هذه المخالفات بالشكل اللازم. ولما يكون في تقصير من أي جهة مختصة أو مسؤولة يجب أيضا المحاسبة. القصد يعني طالما أنه البلدية بتقوم بعملية الرقابة وبتنزل وبتقوم بعملية التفتيش وإلحاق المخالفة أو تحرير المخالفة بحق أي من المخالفين، لكن ما الخطوة المنقوصة أو إيش اللي ممكن يخلي يعني هذه الخطوة مكتملة لحتى بالفعل يرتدع المخالفين؟ تمام. أنا قلت انه احنا بحاجه لتعاون كافه المؤسسات الشريكه، على سبيل المثال الغرفه التجاريه، التنظيم، كل هالمؤسسات، جهاز الشرطه بالفعل ابدا استعداده التام انه يقوم باي مهمه الى جانب البلديه، وبالفعل هو بشكل يومي ايضا. احنا يعني عملنا بلا جهاز الشرطه لا يمكن ان يستمر ليوم واحد، وجهاز الشرطه مشكور طبعا، يعني يبدي تعاون تام في كافة القضايا، ليس فقط هذه القضايا، هناك شكاوى عديدة وتجاوزات عديدة، ليس في موضوع فقط البضاعة والأرصفة، هناك مشاكل كثيرة يعني تتعلق في الأمور اليومية للبلدية، التجاوزات، البناء، الإزالة، فتح الطرق، يعني شكاوى يعني بالجملة. وجهاز الشرطة بالفعل جهاز أنا بوجه له كل التحية والاحترام، تحديدا في محافظة الكرم هو شريك أساسي. لكن أنا قلت موضوع التعديات تحديدا الثابت الأمر الواقع، يعني أنا شاهدت في شارع الحدادين هناك محل واحد، يعني هو منقام وضع حديد وتسكيره بالزجاج، ويعني جعله أمر واقع. لكن أنا بقول لهذا المواطن يعني وإن تأخر الإجراء لابد أن يأتي، يعني خلال أيام قليلة سيكون في إجراء ضده،
نعم. وسيتم إزالته ولو بالقوة بالتعاون مع كل المؤسسات. لا يحق لأي مواطن الاعتداء على الرصيف أو الشارع العام. طيب. هذا مش ملكك، هذا ملك الشعب. طيب وهذا وأنا قلت مرارا وتكرارا، لكن هناك بعض المعيقات بالفعل، وأبرزها أبرز المعيقات الوضع السياسي والأمني العام في البلد. طيب وأعتقد هذه الأمور بحاجة لتعاون كبير وبحاجة لتحضير كبير. طيب وما ينطبق على هذا الشارع أو شوارع أخرى وينطبق أيضا على شارع المقاطعة الذي كنا قد وجهنا ونقلنا شكوى المواطنين بخصوص هذا الشارع، وتم التوضيح من قبل الشرطة أنه تم تحرير مخالفات لمن يصطف على جانبي الشارع. صحيح. لكن ما الدور الذي قامت به البلدية في المقابل؟ يعني مساندة للشرطة. أبرز المخالفين كان عند مفرق الشاهد، قمنا بحبسه مباشرة بالتوجيه مذكرة لجهاز الشرطة وقمنا بحبسه. وبعد الإفراج عنه تم أخذ تعهد عليه بأن لا يضع بضاعة بالشارع. نعم. وعلى أن يزيل البضاعة التي على الرصيف خلال أيام قليلة. هذا أبرز المخالفين في هذا الشارع. وأنا قلت إحنا بنتابع يوميا، لكن الظروف الحالية للأسف صعبة جدا. والمواطنين من حقهم انه يتضمروا، ومن حقهم انه يكون في رصيف خالي، ومن حقهم انه الشارع يكون مفتوح بالفعل. لكن نعم. شوارع مغلقة الآن لا يوجد الاعتداء تحديدا على الأرصفة. الأرصفة فيها مشكلة كبيرة، يعني قديم جديد. يعني ليست وليدة اللحظة. طيب. هذه المشكلة قلت انا بحاجة لترتيب وتعاون وتنظيم وتخطيط مسبق. حتى نضمن عدم حصول مشاكل وردات فعل من بعض المخالفين. وحصلت في السابق. نعم. حصلت مشاكل كبيرة يعني بصراحة. أنا قلت لكن الظرف الحالي هو صعب جدا، هذا لا يعني أنه إحنا راح نقفل هذا الجانب، لا، في متابعة خلال أيام، خلال أيام قليل إن شاء الله راح يكون في إجراء. نعم، ونتمنى اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن. أشكرك جزيل الشكر سيد مهند مطر، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في بلدية طول كرم، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم والمزيد من المشاركات والفقرات، ولكن بعد هذا الفاصل.